السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الله تعالى. وعندما نقول قال الله تعالى يعني أنه حديث قدسي، كلام رب العزة تبارك وتعالى. قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من منا لا يتمنى أن يكون ذلك العبد؟ من منا لا يتمنى أن يكون هذا الشخص المقصود هنا بهذا الحديث؟ أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى فلانا، ويذكر اسمك ويذكر اسمك، من عادى فلانا فقد آذنته بالحرب، فإن فلانا ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إن سألني أعطيته، إن استعاذني عدته. من لا يتمنى أن يكون ذلك الشخص؟ بل هذه غاية الأمانة، أقصى ما يتمناه العبد أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يصل إلى هذه المنزلة والمكانة من الله تبارك وتعالى، أن يكون من أولياء الله جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تبارك وتعالى يعلن الحرب على الذي يعاديك. أي عظمة أعظم من هذه؟ من يستطيع بعد ذلك أن يمسك بسوء إذا كان الله يعلن الحرب عليه سبحانه وتعالى؟ من يستطيع أن يضرك؟ تخاف من من إذا كان الله يعلن الحرب على من أراد إيذائك؟ تصور أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف كان الله تبارك وتعالى يحميه لما رفع ذلك الرجل السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم؟ غورث بن الحارث، ففتح النبي عينيه وإذا السيف مصلة أمامه، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يعصبك مني؟
فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وكل ثقة وكل يقين: الله. فيسقط السيف من يد الرجل فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للرجل: ومن يعصمك مني أنت الآن؟ فقال الرجل: كن خير آخذ، كن خير آخذ. عندما تصل أنت وأنت وأنا، عندما نصل إلى هذه المرحلة ونستشعر أن الله معنا ينصرنا يؤيدنا يحفظنا يحمينا، كيف ستكون حياتنا؟ لا شك أنها ستكون حياة سعيدة. وهذا ما أردت بيانه من خلال هذه الجلسة المباركة في هذا المكان المبارك مع أناس مباركين إن شاء الله تبارك وتعالى. أحببت أن أبين لي ولكم كيف أكون وليا لله، كيف أصل إلى هذه الدرجة. إن الأمر ليس مستحيلا، بل الأمر مبذول، والله يدعوك سبحانه وتعالى إلى أن تنال هذه المنزلة، إلى أن نكون من أوليائه سبحانه وتعالى. أولا، أولياء الله جل وعلا على طريقتين، على منزلتين. هناك سابقون مقربون، وهناك أصحاب يمين مقتصدون. وإذا قرأت سورتي الواقعة والرحمن تبين لك هذا واضحا جليا، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى ما لأصحاب اليمين وما للسابقين وما لأصحاب الشمال، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وفي ختام هذه السورة قال ربنا تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالناس إذن، أعني المؤمنين، ينقسمون إلى قسمين: هناك سابقون مقربون، وهناك أصحاب يمين مقتصدون، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهناك أناس مقتصدون، وهناك أناس مشمرون جادون، فيكونون سابقين بالخيرات. ولي الله باختصار، كما اختصره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ولي الله من جمع ثلاث صفات، ولي الله من جمع ثلاثة أمور. قال: ولي الله هو العالم بالله، المخلص له، المقيم على طاعته. هذا هو الولي، بس العالم بالله، يعرف من هو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته وآياته وأمره ونهيه وما يحب وما يكره. العالم بالله، المخلص له، لا رياء ولا سمعة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل عمله لوجه الله. علم الناس لم يعلموا لا يهم، المهم أن يعلم الله، أن يرى الله مني صدق عملي وإخلاصي، وأني لا أريد إلا وجهه. المخلص لله، ثم المقيم على طاعته، المستقيم في حياته، يفعل الواجبات ينتهي عن المحرمات، يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. هذا هو ولي الله.
سبحانه وتعالى. في سورة الرحمن ذكر الله تبارك وتعالى الفريقين، يعني أولياء الله المقربين وأولياء الله المقتصدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما لهؤلاء من الخير والفضل والنعيم، ماذا قال بعدها سبحانه وتعالى؟ قال: ومن دونهما جنتان. دون أقل، لأن أولئك أصحاب سابقون مقربون، والذين يأتون بعدهم مقتصدون أصحاب يمين مؤمنون صالحون، لكنهم ليسوا مشمرين في الطاعة كالسابقين الأولين. دون، فقال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فلو جئت تقارن وعملت جدولا لهؤلاء وهؤلاء لوجدت فرقا عظيما بين الفريقين. ففي المجموعة الأولى بالنسبة للسابقين الأولين ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: فيهما عين فيه ولمن خاف مقام ربه جن ذواتا أفنان، بينما هناك ماذا قال؟ قال: مدهامة. مدهامة يعني شديدة الخضرة، جميلة جدا، بينما هناك ذواتا أفنان، أغصان، أغصانها أكثر أكبر. هنا قال للسابقين المقربين: فيهما عينان تجريان، بينما لأصحاب اليمين المقتصدين قال: فيهما عينان نضاختان، والنضاخة غير التي تجري. هناك قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، بينما في أصحاب اليمين قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هناك قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق جنى الجنتين دان، قريب، وأنت على فراشك الجنى قريب منك تأكل وأنت على فراشك، بينما هناك قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، ما جاء بذكر الدواني أبدا. هناك قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان، بينما هناك قال: فيهن خيرات حسان حور مقصورات. هنا قاصرات، هنا مقصورات، قاصرات باختيارهن للسابقين الأولين المقربين، بينما هنا مقصورات مجبورات، وفرق عظيم بين هذا وذاك. فإن القرآن الكريم يحتاج إلى تأمل وإلى وقفات عندما نقرأ ما لهؤلاء، ما الفرق
ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ الفرق أن هؤلاء أصحاب يمين مقتصدون، بينما أولئك سابقون مقربون. فالفرق عند الله عظيم سبحانه وتعالى. كيف تكون من أصحاب اليمين؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا علي بما أمر الله تبارك وتعالى؟ ماذا علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. تريد تتطوع لك أجر، ما تريد تتطوع ما عليك شيء، 5 صلوات فقط. قال: وتخرج زكاة مالك. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فماذا قال الرجل؟ قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني ما في تطوع، لن أتطوع، ولكني أيضا لا أنقص، لا أخل بصلاتي، لا أخل بزكاتي، لا أخل بصيامي، لا أخل بالواجبات، لكن ما في تطوع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح والله إن صدق. أفلح، أفلح، لأنه صار من أصحاب اليمين، صار من المقتصدين، صار من الناجين، صار من أهل الجنة، فلا شك أنه مفلح. ولكنه هل ينال درجة السابقين المقربين؟ لا، وألف لا، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا أدى ما افترض الله عليه فقط. ولكن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك ماذا؟ قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، نوافل الحج، نوافل الصيام، نوافل الذكر، نوافل القرآن، نوافل الجهاد، نوافل الأمر بالمعروف والنهي عن، نوافل كثير، أبواب الخير عظيمة جدا. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني إلى أن يصل إلى أن الله يحبه. قد يقول قائل: ألا يحب الله من اكتفى بالفرائض؟ بلى، يحب الله من اكتفى بالفرائض، ولكن حبا عن حب يختلف، حب عن حب يختلف. حصل خصام خفيف يسير بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في طبعه حدة، وهذه يعني أشياء فطرية في الإنسان، حاد الطبع بسرعة يعصب، فكان في طبعه حدة، فقال عمر كلمة، قال أبو بكر كلمة، فزاد أبو بكر قليلا وندم، فقال لعمر: اغفر لي، سامحني على هذه الكلمة التي قلتها. فقال عمر: لا أغفر لك، لا أغفر لك، وانصرف. كيف تكلمني بهذه الطريقة؟ الله أعلم ما الذي قيل، لكن قال ما قال له كلمة أزعجته، قال: أغفر لي، قال: لا أغفر لك، وانصرف عمر، كما يحدث بين بشر هؤلاء، كما يحدث بين الناس. فلما انصرف عمر، أبو بكر الآن حزين لما وقع منه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، أنا لغلطان، فقلت: اغفر لي، فلم يغفر لي. يعني يبي الرسول يتوسط عند عمر حتى يكلمه أن يغفر لأبي بكر. قال: فقلت له: اغفر لي، فلم يغفر لي يا رسول الله. فماذا قال النبي لأبي بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله يغفر لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك. يعني إذا لم يغفر عمر يغفر الله لك. 3. قال: اجلس. فجلس أبو بكر. يقول أبو الدرداء راوي الحديث، يقول: فلما ذهب عمر إلى بيته ندم لماذا لم يغفر لصاحبه،
فذهب إلى بيت أبي بكر ليقول له قد غفرت لك، فلم يجده، فانطلق يبحث فوجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء فلما أقبل عمر يعني إلى النبي وأبي بكر ورآه النبي قام إليه مغضبا، النبي الآن غضبان على عمر، فقام إليه مغضبا فجثى أبو بكر على ركبتيه، لأن أبا بكر يعرف منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا الغضب لأجله على عمر، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يقول أبو الدرداء ورسول الله لا يلتفت إليه حتى أقبل على عمر فقال مه يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أول من أسلم من الرجال، قلتم كذبت، هذا قال صدق، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هنا تأتي المسألة. طيب عمر أليس بصاحب الله؟ أبو الدرداء أليس بصاحب الله؟ علي أليس بصاحب الله؟ معاذ، أبي، سعد، كل هؤلاء أصحابه، وكان يقول أصحابي أصحابي، ولكنه هنا كأنه يقول هذا صاحبي الخاص، هذا صاحبي يختلف عنكم، هذا أخذ الصحبة الخاصة، هذا من خاصة الخاصة، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأنه يقول لهم أنتم لستم أصحابي، هذا صاحبي. وهنا الأمر كذلك، عندما يقول الله تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يعني أنه لا يحب الأول الذي اكتفى بالفراض، ولكنه يريد أن يقول إن هذا له محبة خاصة، هذا يختلف، هذا محبته تختلف. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالله تبارك وتعالى يحبك إذا سلكت هذا الطريق، إذا أتممت الفرائض ثم بعد ذلك تناولت النوافل، فتقربت إلى الله بصلاة الليل، تقربت إلى الله بالرواتب، بالضحى، بالصدقات غير الزكاة، صيام النافلة، حج النافلة، العمرة، الذكر، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين الزائد وغير ليس الواجب وإنما الزائد، هناك بر واجب هناك بر زائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه حتى بعد موته، يبر أهل وده. يقول نافع خرجت مع عبد الله بن عمر فلقي أعرابيا فسلم عليه، أعرابي رجل من البادية، فسلم عليه ثم نزع جبته وألبسه إياه ونزل عن حماره وأهداه إياه، فانصرف الأعرابي، شكر ابن عمر وانصرف، فقال نافع لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن هؤلاء الأعراب ناس بسطاء، يكفيه لو أعطيته العباءة، لماذا أيضا تعطيه حمارك؟ فقال عبد الله بن عمر إن أباه كان ودا لعمر، أنا أريد أن أبر أبي، هذا أبوه في جبوي فأكرمه. لهذه الدرجة في ناس تبي الخير، ناس تبحث كما يقال في الصخر لأن تصل إلى هذه المنزلة، إلى أن تصل إلى هذه المرحلة، أن تصل إلى هذه المكانة عند الله تبارك وتعالى، تريد فعلا أن تكون من أولياء الله جل في علاه. لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات الأولياء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما،
انظر في نفسك هل أنت كذلك؟ هذه صفاتهم، بعض صفاتهم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لا ذلا لا انكسارا، تواضعا، في سكينة بوقار وليس بذل وهوان. أتقى الأولياء، أفضل الأولياء، أعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشي كأنما ينحدر من صبب، مشيت رجل لكنه متواضع صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مهانة وإنما فيها استقامة ووقار وسكينة وتواضع. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هكذا هم، لا يمشون إلا بالسلام، لا يقولون إلا السلام، لا يأتيهم، لا يأتون الناس إلا الخير. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف هذه الكلمة، يبيتون سجدا، اللي يبيت نايم، اللي يبيت نايم، قال لا هلا يبيتون سجدا وقياما، كأنه يقول كثر ما تنامون كثر ما يصلون، نومكم الذي هو البيات قيامهم وسجودهم لله تبارك وتعالى. يبيتون أي لطول قيامهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا كان، وهكذا ينبغي أن نكون إذا كنا نريد أن نكون من السابقين المقربين. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. نريد أن نكون من أولياء الله لابد أن نسلك هذا الطريق، العالم بالله، المخلص له، المقيم على طاعته. هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. أولياء الله ليس لهم لباس معين ولا مشية معينة ولا يحل لهم ما يحرم على الناس ولا يحرم عليهم ما يحل للناس، بل هم كأفراد الناس لا تميز لهم أبدا، بل الناس لا يعرفونهم. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أما الذي يأتيك يقول لك أنا ولي فأفرغها في وجهي قل له يا كذاب، فلو كان وليا ما قال أنا ولي، لو كان وليا ما قال أنا ولي، لأنه لو كان وليا لخاف الله ولعلم أن الله تبارك وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لو كان وليا لعلم أن رأس الأمر مخافة الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يخاف الله تبارك وتعالى. أبو الدرداء سيد من سادات الأولياء رضي الله عنه، من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع وهو في تشهده يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سمعه رجل بجانبه فلما قضى صلاته قال ألم أسمعك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق؟ قال بلى. قال أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشى على نفسك من النفاق؟ قال إي والله إليك عني لا تغرني، والله إني لأخشى على نفسي من النفاق. فالولي دائما على وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
مشفق يخاف أن لا يقبل الله منه العمل. يقول ابن عمر وقيل أبو الدرداء لو أضمن أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالولي عمره ما يقول أنا ولي أبدا، بل دائما يخاف ويتهم نفسه بالتقصير. فالذي يدعي أنه ولي فاعلم أنه كذاب أو أنه مغرور، غره الشيطان، متكبر، يغتر على الله بعبادته أو غير ذلك. الولي هو التقي النقي الخفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. هذا الولي أشعث أغبر ذي طمرين لا يعرفه الناس، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، أينما يريدونه يكون. هذا هو الولي، لا يعرفه الناس. فإذا كان العبد وليا لله تبارك وصل إلى هذه المرحلة، ماذا له عند الله جل وعلا؟ ماذا لك عند الله إن كنت من أولياء الله جل وعلا؟ يقول الله تبارك وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. هذا عطاء الله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى يعطيه لأوليائه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يحفظ الله سمعك، يحفظ بصرك، يحفظ يدك، يحفظ رجلك، يحفظك الله، احفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظك عن المعاصي، يصدك عنها، يمنعك منها. يقول الحسن البصري يا أهل معاصي الله لا تغتروا بطول حلم الله لكم، ولو أحبكم الله لعصمكم، لو أحبكم الله لعصمكم. إذا أحبك الله عصمك، منعك، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليك الإيمان. إذا أحبك الله عصمك، منعك، وفقك، سددك. هكذا يفعل الله تبارك وتعالى بأوليائه. وأحيانا الله جل وعلا يخرق لأوليائه العادة، وهي ما تسمى بكرامات الأولياء. واعلموا أن سادات الأولياء هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن الأولياء خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله فهو كافر، كما نص على ذلك أهل العلم. فالأنبياء سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم الأمثل فالأمثل. الله جل وعلا قد يخرق العادة لبعض أوليائه، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومريم كانت من أولياء الله عليها السلام، ليست نبية ولكنها من أولياء الله جل وعلا. من أولياء الله أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، هؤلاء من أولياء الله جل وعلا. أولياء الله جل وعلا منهم جريج العابد، كان عابدا من عباد بني إسرائيل، فجاءته أمه يوما تناديه وهو في الصلاة يا جريج يا جريج، وكان يصلي، كان عابدا ولكنه لم يكن عالما. فقال أمي وصلاتي، يعني أقطع الصلاة وأرد على أمي أم أكمل صلاتي وأترك أمي؟ فأقبل على صلاتي ولم يرد على أمه. ثم جاءت اليوم الثاني نادته وإذا هو أيضا في صلاة فلم يرد، فجاءته اليوم الثالث فنادته وهو أيضا في صلاة فلم يرد، فقالت غضبت كيف أناديك ولا ترد علي، هو كان في صومعة بعيد عن الناس مثل كهف بعيد عن،
فقالت: اللهم لا تمت جريجا حتى يرى وجوه المومسات، كما انما يريد ان يرى وجهي فاريه وجوه المومسات. دعت عليه امه. وفي يوم من الايام كان اناس في مجلس فذكروا جريجا العابد، قالوا: جريج هذا عابد وكذا وكذا وكذا. فكانت امرأة سمعت هذا الكلام وهي مومس، مومس يعني زانية، فلما سمعت عن هذا وهي يذكر من جمالها وكذا قالت: فإن فتنته لكم، أعوذ بالله، بليس، بليس في شكل امرأة، قالت: فإن فتنته لكم؟ قالوا: جريج؟ قالت: نعم. قالوا: لك كذا وكذا وكذا من المال إن استطعت أن تفتني جريجا. قالت: فدعوني له. فذهبت إليه ونادته وحاولت وكلمته ولا يرد عليها حتى يئست منه. الآن ما تبي ترجع للناس وتقول ما قدرت عليه، ولا تبي يفوت المال الذي رصد لها. فلقيت راعية غنم فقالت له: تعال. أغرته فوافق، جامعها. ثم رجعت إلى القوم فقالت لهم: لقد أصاب مني، فإذا ولدت سآتيكم بالولد. ثم جاءت بعد فترة وهي حامل لهم، قالت: هذا من جريج. حتى ولدت وضعت، قالت: هذا ابن جريج، وتقولون أنت عابد، وهي تكذب. فغضب الناس غضبا شديدا على جريج، صدقوها وغضبوا على جريج. ثم ذهبوا إليه وأخرجوه من صومعته بالقوة وهدموا الصومعة، وصاروا يسمعونه من الكلام ويضربونه: أنت تكذب علينا، أنك عابد، هكذا وكذا، وآخر شيء عندك ولد من الزنا. قال: أنا؟ قالوا: نعم. قال: ممن؟ قال: من هذه المرأة، وأشاروا إليها ومعها الطفل. قالوا: هذا ابنك منها، رضيع. قال: هذا ابني منها؟ قالوا: نعم. فجاء جريج ووضع إصبعه في سرة الصبي هذا الرضيع وضغطه على بطنه وقال: من أبوك؟ رضيع ما يتكلم، أيام، وضع إصبعه على بطنه قال: من أبوك؟ فتكلم الصبي الرضيع، قال: أبي الراعي. ذهل الناس، صدموا، رضيع يتكلم، فعرفوا أنها كرامة لجريج، فندموا وتأسفوا منه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. الآن كبرت في عيوننا، قبل بس مجرد عابد، الآن هذه الكرامة، الآن نبني صومعتك من ذهب. قال: بل أعيدوها كما كانت. هذا خرق للعادة. فالله جل وعلا قد يكرم بعض عباده. خباب بن الأرت لما أرادوا قتله كفار قريش كان مسجونا، وكان يجدون عنده فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، كان يجدون عنده العنب، والعنب لا يوجد في مكة. فتأتيه المرأة التي قالت: من أين لك؟ قال: من عند الله. هذه كرامة. والله ذكر من الكرامات كثير في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، وذكر النبي بعضها ووقع لبعض الصالحين. ولكن وهنا القضية، لا يلزم أن تكون لك كرامة حتى تكون وليا أبدا. قد تكون وليا وليس لك كرامة. كرامات الأولياء ليست بشرط ولا دليل على الولاية أبدا. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما قوي الإيمان كلما قلت الكرامات، لأن الله يكل الناس إلى إيمانهم، وإنما تزيد الكرامات وخرق العادات إذا ضعف إيمان الناس حتى يثبتهم الله، يقول: أنتم على حق، أنتم على خير، هذه كرامة، هذه كرامة، حتى يثبت الناس. فليس من لازم الولاية الكرامة، ليس من لازمها. وكذلك ليس من لازم خوارق العادات الولاية. ليس كل من خرقت له العادة يكون وليا أبدا. قد تخرق العادة لكافر، لزنديق تخرق له العادة، وهي ما يسميها أهل العلم بالاستدراج. ومن ذلك ما يقع للدجال. الدجال من أكفر خلق الله، ويدعي أنه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
ويقتله عيسى صلى الله وسلامه عليه. ومع هذا الدجال هذا يقول للسماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كأنها يعاسيب النخل. فليس كل من خرقت له العادة يكون من أولياء الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. لأن هؤلاء قد يستعملون الجن ويلبسون على العين، والسحرة والمشعوذون ما أكثرهم، فلا ليسوا أولياء لله، هؤلاء أعداء لله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. ولذلك أي إنسان أنت تشك هل هو من أولياء الله أو لا، اعرض أعماله على الكتاب والسنة. إذا كان الرجل ملتزما، المرأة ملتزمة على الكتاب وعلى السنة وعلى الطاعة، فاعلم أنه نعم ما وقع له يكون من الكرامات وهو من أولياء الله جل وعلا. وأما إذا كان مضيعا للسنة، مضيعا للكتاب، غير مهتم، فاعلم أن الذي يأتي به استدراج أو شعوذات أو غير ذلك من الأمور. ولي الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون أنت، ممكن أن تكوني أنت. بماذا؟ بالالتزام بدين الله تبارك وتعالى. إذا التزمنا بدين الله تبارك وتعالى صرنا من أولياء الله، وليس هذا على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من قصد الله بالصدق وسلك الطريق الصحيح، العلم بالله، الإخلاص لله، الالتزام بطاعة الله، كان وليا من أولياء الله. سأل الله تبارك وتعالى يتولاني وإياكم، وأن يحفظنا جميعا، وأن يوفقنا إلى محبته ومرضاته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا ولايتك، اللهم ارزقنا ولايتك، اللهم ارزقنا ولايتك ومحبتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.